شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن تاسك الباور كلها. قلنا اول حاجة في تاسك الباور نعملها هي النورمال سوكت، بعد كده بواير ما بينها، بعد كده بسميه، بعد كده بعمل باور سوكت والديسكونكت سويتش. نمشي حاجة حاجة. اول حاجة النورمال سوكت. ايه النورمال سوكت؟ دي الفاش اللي موجودة عندك في البيت، تلاقي شكلين كده بصوت، اول شكل او ثلاث اشكال. اول شكل هو الفيشة العادية اللي عندك في البيت، تاني شكل هو الدوبليكس. ايه الدوبليكس ده؟ اللي هو ده فيشتين في بعض، مش موضوع يعني دوبليكس، كل ده موجود عندك في البيت والموضوع مش صعب. تالت حاجة ده عادي، فيش عادية سنجل بس ويزر بروف. قلنا ايه الويزر بروف ده؟ ان الاي بي بتاعها عالي، وفهمنا يعني ايه الاي بي بتاعها عالي. تمام. انا بقول لك الريتنج بتاعه كام، او الريتد كارنت بتاعه 16 امبير. تمام، فكك من كل ده، كل اللي عايزه منك تعرفه سنجل سوكت، الدوبليكس، الويزر بروف. اهو ده شكل السنجل، ده اللي عندك في البيت عادي، ده الدوبليكس وده شكله، والوزر بروف هو هو السنجل بس الاي بي بتاعه عالي. بالراحه بقى كده. انا بوزع سوكتات ازاي؟ حاجتين، لو في فرش بوزع حسب الفرش، لو مفيش بمشي تبع الكود. طب تعالى نوزع حسب الفرش ونوزع حسب الكود بالراحه. لو في فرش بوزع حسب الفرش. انا مكان زي ده شايف ان في فرش، طيب والله انا شايف في تلفزيون، طب انا ممكن احط واحد دوبليكس بحيث ان هو اتنين اهو دوبليكس، حط واحد زي ده جنب التلفزيون، واحد للتلفزيون واحد للريسيفر، بسيطة يعني. أنا شايف هنا في قاعدة مثلا أنتري، أنا أحط واحد سنجل هنا مثلا، ليه؟ واحد عايز يشحن موبايله. ممكن واحد يقولك أنا أحط واحد هنا وواحد هنا، أنت الديزاينر أنت حر. أنا مثلا شايف سفرة، أنا مش عايز أحط حاجة هنا، واحد تاني يقولك لا أنا عايز أحط هنا، أصلا أنا قاعد في السفرة مثلا بحب أشحن موبايلي جنبي. أنت الديزاينر، أنت شوف أنت فكرك إيه وطبقه. طول ما في فرش طول ما انت تقدر تطبق حسب فكرك. تمام. تعالى مثلا اوضه، هنا اوضه زي دي، واحد يقول لك انا احط واحد جنب السرير وواحد هنا دوبليكس عشان التلفزيون. انت ديزاينر، ممكن ما تحطش واحد جنب السرير عادي، ممكن تحط واحد يمين واحد شمال عادي، انت الديزاينر. زي ما قلت لك كل حاجه بالعقل. فانا هقول لك ايه السيناريو اللي انا طبقته وانت طبق السيناريو اللي انت عايزه. والله انا جيت قلت مثلا حاجه زي كده، زي صالة كبيرة، قلت والله تلفزيون واحد دوبليكس جنبه، الدوبليكس ده للتلفزيون الريسيفر، وحطيت واحد هنا للي قاعد هنا. انت ممكن تحط واحد هنا واحد هنا براحتك، ممكن تحط واحد هنا دوبليكس برضو براحتك. نفس القصة هنا، اوض النوم واحد جنب السرير واحد للتلفزيون. انا محطيتش حاجة في البلكونة. تمام. طيب بالنسبة للحمام، والله حمام زي ده انا واحد حاطط واحد جوه الاي بي بتاعه عالي. طب انا ممكن محطش في الحمام؟ يعني انا ممكن الدوبليكس ده يخدم على الحمام، بس هي الفكرة لو واحد في شقة زي دي، عايز واحد مثلا عايزة تستعمل استشوار جوه الحمام، فلازم احط لها سوكت جوه. طيب لازم اي بي عالي، عشان ده حمام قلنا ويت اريا. طب نرجع كده، احنا قلنا لو في فرش نوزع حسب الفرش. طيب اهو لو في فرش وزعنا حسب الفرش. طب لو مفيش فرش، زي مطبخ اوضه فاضيه انا مش عارف المطبخ ده فيه ايه، فبوزع حسب الكود. الكود قال لي ايه؟ الكود المصري قال لو مفيش فرش لازم احط سوكتات بحيث المسافه بين السوكت والتاني ما تزيدش عن 3.65 متر، وبين السوكت والحيطه ما تزيدش عن 1.8 متر. طيب يعني بمعنى لما اجي احط هنا سوكت لازم المسافه ما بين السوكت والحيطه ما تزيدش عن 1.8 متر. طب انا في اوضه زي دي، اوضه صغيره، ما انا مش عايز بقى اعمل ابداعات وعايز اوجع دماغي، اوضه زي دي اوضه فاضيه وصغيره، اطبق الكود ازاي؟ ارمي سوكت على كل حيطه، ارمي سوكت على كل حيطه. شوف الشكل كده. طب ليه رميت سوكت على كل حيطه؟ وارد جدا ان السوكت اللي انا حاطه هنا ما اعرفش استعمله، انا ما اعرفش الفرش، ممكن يجي يحط حاجه هنا ما اعرفش استعمل بيها السوكت هنا. فبالتالي لو انا قلت احط سوكت هنا وسوكت هنا، وتعالى مثلا انا مسحت دول، قلت انا مش هطبق كود، انا هحط واحد هنا واحد هنا، نفترض جدا لما جم يفرشوا بعدين حطوا حاجه هنا بحيث ان انت ما تقدرش تستعمل السوكت ده، فبالتالي انت خلاص ما بقاش عندك في المطبخ كله غير سوكت واحد. تمام. فعشان كده انا لما مفيش فرش بوزع حسب الكود، ارمي واحد على كل حيطه، ولو الحيطه كبيره ممكن ارمي على الحيطه الواحده اثنين. تمام، بس ما زودش قوي يعني. طيب ليه حاطط هنا ويزر بروف؟ قلنا مطبخ ويت اريا هكذا. وزعت سوكيتات، بعدين اواير ما بينهم، نفس الوايرنج اللي كنا بنستعمله في اللايتنج هو هو اللي بنستعمله في السوكيت، بس الاختلاف ان السوكيت اقصى عدد سوكيتات من 4 لـ 6 سنجل، يعني من 4 لـ 6 لان السنجل ده. طب لو دوبليكس، الدوبليكس بيتعامل اكنه 2 سنجل، يعني من 4 لـ 6 سنجل او
من 2 لـ3 دوبلكس اللي هو ده، او وانا بواير وانا بواير لما اجي اواير ده اعده انه بواحد، لما اجي اواير ده اعده انه باتنين، واقصى حاجه 6 على اللينيا الواحده، وهكذا برضو ما تمشيش اكتر من 50 متر، وهكذا برضو لما اجي اواير انا ممكن هنا قلنا 3 و3، ممكن واحد يقول لك الاوضتين دول مع بعض، صح مش غلط، تكنيكال صح، شايله 6 اهو 1 وده 2 ادي كده، وده باتنين يعني ادي كده 3، وده باتنين ادي 5، وده 1 ادي كده 6 تمام. بس في الاول وفي الاخر زي ما قلت لكم لو اللينيا وقعت كده انا مش هعرف اشتغل في اي حاجه من دول، يعني مش هعرف السوكتات هنا هتقع وهنا هتقع، فبالتالي نفس القصه انا مشيت بسيناريو انت ممكن تمشي بسيناريو تاني، اهم حاجه تطبق القاعده. ده شكل الوايرنج، انا والله حطيت كل اوضه لوحدها، خدت الحمامات مع المطبخ، خط الصاله لوحدها، وهنا برضو واخد الصاله لوحدها. طيب انا والله خدت الحمامات مع المطبخ باعتبار ان هو الحمام السكوت اللي فيه مش مهم اوي، يعني زي ما قلت لكم استشوار او ايا كان تمام. وفي نفس الوقت دول ويت اريا مع بعض، فخدتهم مع بعض ويزر بروف مع بعض. طيب انا خلاص حطيت سوكيتات وغيرت، اسمي نفس الموضوع بتاع اللايتنج مفهوش اي اختلاف، نفس القصه، اس مع للسوكت، واحد ده رقم لينيا، 1 2 3 4 5 6، مفيش اي حاجه تمام. في نفس القصه برضو هاجي اعمل تيبل برضو زي ما قلت لكم، اوصف السيمبلز اللي انا عايزها، واحنا وصفنا 3 سيمبلز اهو حطيناها. طيب بعدين باور سوكت ديسكونكت سويتش، ايه الباور سوكت ده؟ باور سوكت ده هو هو النورمال سوكت بس بيقدر يستحمل اجهزه اكبر، يعني باور سوكت ده بستعمله الاجهزه اللي بتسحب واط عالي زي الثلاجه، غساله. فتعالى بصينا كده لما تيجي نتكلم عن الباور سوكت، انا حاطط هنا كام واحد؟ حاطط 2، واحد في المطبخ للثلاجه، واحد في الحمام للغساله تمام. ممكن واحد تاني يقول لك انا عايز احط واحد تالت هنا عشان احطه مايكرويف، براحتك. الاجهزه اللي بتسحب كهرباء عاليه بحط لها باور سوكت تمام. انا هنا مستعمل 2، وبرده التسميه ما كانتش صعبه، برده في الباور سوكت بحط بي اس وكده. طيب الوايرنج في الباور سوكت، كل باور سوكت على لينيا لوحده، يعني بالظبط كده، ده كده لينيا هو لوحده، باور سوكت لوحده، لينيا لوحده، وده باور سوكت لينيا لوحده. لو خدت بالك النورمال سوكت لينيا اس واحد عليها كام؟ 1 2 4 4 سنجل، اللي هما 3 دول، 3 سوكتات دول تمام. فالباور سوكت بيبقى على لينيا لوحده تمام. طيب بعد كده الديسكونكت سويتش، نوريكم الديسكونكت سويتش. ايه الديسكونكت سويتش ده؟ ده بستعمله للسخانات والتكييفات تمام. هو سويتش بس برضو نفس القصه، بستعمله للحاجات الريدنج بتاعها كبير قوي تمام. هو الباور سوكت ده فيشه، يعني هو زي الفيشه اللي عندك بتحط فيها البلاجن وتشيله عادي، اللي هو بتحط فيشه التلاجه او الغساله فيها وتشيله، انما ده سويتش يعني زي مفتاح التكييف كده بالظبط اللي عندكم في الشقه تمام. ده بستعمله للسخان وبستعمله للتكييف تمام. انا هنا والله قلت هستعمل سخان واحد في الحمام هنا، واعتبر ان الحمام ده يعني الحمامين دول هياخدوا من السخان واحد في الحمام هنا اهوت، وحطيته ويزر بروف، ده بيدي اختصار لويزر بروف، ده بيدي اختصار لويزر بروف عشان في حمام. وقلت والله انا في كل اوضه هحط تكييف اهو، ديسكونكت سويتش هنا للتكييف هنا وهنا وهنا. المفروض شغل التكييف وشغل السخانات وكده المفروض بتاع ميكانيكا هو اللي بيقول لك، يعني انت مش بتفترض، بس احنا افترضنا عشان كانش في شغل ميكانيكا، بس هو بقى بيفترض ويقول لك هنا في سخان وهنا مثلا في سخان تاني وفي تكييفات تانية، ممكن احط لك تكييف في الصالة، ممكن احط لك تكييفين في الصالة على حسب. انا افترضت ان كل اوضة فيها تكييف، فانا مدي ديسكونكت سويتش عادي، ولو افترضت ان في سخان للحمامين دول فافترضت ديسكونكت سويتش هنا تمام. وبرده نفس القصة التسمية، كل ديسكونكت سويتش على لينيا لوحده، يعني باختصار بقى بسرعة نورمال سوكت التلاتة دول زي ما شرحناهم بالظبط، الوايرنج بتاعهم اللينيا الواحده بتشيل من 4 لـ6 سنجل، والدوبلكس بيتعامل اكنه 2 سنجل، والتسميه بتاعته بتبدا باس. الباور سوكت اللينيا بتشيل باور سوكت واحد، كل باور بيبقى على اللينيا لوحده، والتسميه بتاعته تبدا بالبي اس،
باور سوكت بستعمله للأجهزة اللي بحط في شيتها واشيلها، بس بتسحب واط عالي زي غسالة، بوتاجاز كهربا، تلاجة، مايكرويف، ايا كان. تمام. ديسكونكت سويتش، بيتحط كل ديسكونكت سويتش على لينيا لوحده، بستعمله في التكييف والسخانات. تمام. وهو ده توصيفهم. هيبدأ يقول لك سنجل بول، ايه سنجل بول، سنجل دبل بول بلس اير 16 امبير. ال 16 امبير هو بيقول لك باختصار اللي هو ده الريتنج، الريتد بتاعه 16 امبير، يقدر يشيل 16 امبير. تمام. الديسكونكت سويتش هنا انا الريتنج بتاعه بيتغير، يعني باور والديسكونكت سويتش باور 16 وفي اعلى من 16، بس في المشروع هنا استعملنا 16، والديسكونكت سويتش في اعلى من 20 بس المشروع هنا استعملنا 20. وهقول لكم في البانل سكادول ليه استعملنا 20 ودي 16. المفروض المرة الجاية هنشرح البانل سكادول، البانل سكادول دي كلها حسابات، هنبدأ نشرح اللوحة بتاعة الشقة وحساباتها كلها. كده المفروض خلصنا تاسك لايتنج كاملة، تاسك بار كاملة، مفيش أي مشاكل فيهم. إن شاء الله المرة الجاية هنشرح البانل سكادول.